بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي والصناعي، أهلا ومرحبا بكم. لقاءنا النهاردة مع الدرس السابع، تاريخ 17 أكتوبر 2021، بعنوان متوسط التغير ومعدل التغير. ممكن نكتب بعد إذنكم العنوان والتاريخ مع بعض كده؟ هناخد أول حاجة وهي دالة التغير. هناخد أربع حاجات النهاردة بس. كتبنا دالة التغير بتساوي ايه؟ لما يجي يقول لي افرض في الامتحان بقى، اوجد دالة التغير اللي هي ت ه، اللي هي بتساوي د س زائد ه ناقص دالة س. يعني ايه الكلام ده؟ ولا حاجة. كتبنا القانون يا شباب؟ ايوه يا مستر. طيب اكتب بقى مثال واحد. مثال واحد، مثال واحد، أوجد دالة التغير في الدالة ص تساوي 2 س تربيع زائد 3 س سالب 5 عند س تساوي 2 و ه تساوي 5 من 10. الحل، مين يقول لي المسألة دي طالب فيها ايه يا اولاد؟ دالة التغير. طالب مني احسب له دالة التغير. طب دالة التغير اللي هي الرمز بتاعها ت ه، دالة تغير، اقفل المايك لو سمحت. قلنا بتساوي دالة س زائد ه ناقص دالة س. مش ده القانون اللي انت لسه كاتبه دلوقتي؟ ها؟ هو ده القانون؟ تمام. فأنا عايز أجيب دالة س زائد ه وأجيب دالة س وأطرحهم من بعض. ودالة التغير خلي دماغك تمشي بالاسلوب ده، خلي دماغك تمشي بالاسلوب ده. طيب هو مش عاطيني ص بتساوي الكلام ده، اشيل ص واحط مكانها دالة س، يبقى دالة س بتساوي 2 س تربيع زائد 3 س سالب 5. فيها مشكلة دي؟ وسمي المعادلة دي واحد، يبقى دالة س دي هي عبارة عن مين؟ عن ص، المعادلة اللي بتجهز. طيب دالة س يا مستر زائد ه، هي هي. نقفل المايك لو سمحت. صابر، أنا كل مرة أقول لك يا صابر اقفل المايك. تمام. طب دالة س زائد ه، هو هنا عمل إيه؟ شال السين وحط سين زائد ايه؟ انا هعمل هنا برضو كده، هشيل كل سين تقابلني واحط مكانها سين زائد ايه. ازاي؟ اهو اتنين اتنين، اشيل السين واحط سين زائد ه تربيع زائد 3 مضروبة في سين، لا مضروبة في سين زائد ه
والخمسة تنزل زي ما هي. تمام؟ وهم قايل دالت سين زي ايه بتساوي اتنين، افتح قوس، لما يكون عندي قوس مرفوع لأس اتنين تربيع يعني، بحلله ازاي؟ بقول سين تربيع والاول تربيع زائد اتنين في الاول في التاني زائد التاني تربيع زائد تلاتة، اضربها في سين بقى، تلاتة سين زائد تلاتة اهي ناقص خمسة، يبقى دالة سين زائد هي هتساوي، فك القوس ده كمان، اتنين سين تربيع زائد اربعة سين هي زائد اتنين هي تربيع زائد تلاتة سين زائد تلاتة هي سالب خمسة. واسمي المعادلة دي ايه؟ اتنين. اسمي المعادلة دي اتنين وارجع للاصل. مين الاصل؟ اللي هو ده، شايف كده؟ ده الاصل بتاعك. في دالة س زائد ه ناقص دالة س اللي هي اتنين، المعادلة التانية دي ناقص المعادلة الايه؟ الاولى دي. طب يلا بينا، يبقى ت ه اللي هي دالة التغير هتساوي، اشيل دال س زائد و زائد ه واحط كل هذا المقدار، خلي بالك اهو، اتنين س تربيع زائد اربعة س ه زائد اتنين ه تربيع زائد تلاتة س زائد تلاتة ه ناقص خمسة. ده مين ده؟ ده دالة س زائد ه اللي هو ده، اللي هو ده ناقص دالة س، ناقص دال س، ناقص دال س. فين دال س؟ اهي دي اللي هو مقدارها ايه؟ الكلام ده كله. يبقى ناقص 2 س تربيع ناقص 3 س زائد 5. يبقى دالة التغير اللي هي ت ه هتساوي، خد بالك بقى هنا نغير لون القلم، ان 2 س تربيع دي هتروح مع 2 س تربيع دي لان واحده موجب واحده سالب، وبعد كده وال 3 س دي في السالب هتروح مع ال 3 س دي عشان بالموجب، والخمسه دي هتروح مع الخمسه دي، واحده سالب واحده موجب. اتفضل عندي مين؟ اتفضل عندي 4 س ه زائد 2 ه تربيع زائد 3 ه. طيب هي ه بكام في المسألة؟ لما نرجع للمسألة يقول لي ه بنص وس باتنين، شايف ده كده؟ س بكام؟ باتنين، وه بنص. طيب او انا راجع كده قول له مش س باتنين وه بخمسة من عشرة، ابتدي نعوض، يبقى دالة التغيير هتساوي اربعة في اتنين في نص زائد اتنين في نص تربيع زائد تلاتة في نص. دالة التغيير دي تطلع عندك لو عملتها على الآلة تطلع بكام؟ بستة. تطلع بستة طبعا. الناس مستغربة ايه اللي المستر عمله ده، ولا انا غلطان؟ صح يا شباب؟ اه مستر، مسألة غريبة شوية، مسألة صعبة شوية. ما قلنا بداية الشغل اللي بجد النهاردة، بداية الشغل اللي بجد النهاردة. طيب اللي فاهم المسألة اللي فاتت دي على حد مثال تاني بس يكون عنده استعداد انه يحل معايا يرفع ايده. ياسمين
ومجدي صراط طبعا، ومجدي صراط طبعا. صابر عسكر اقفل المايك يا صابر، ما تسرحش يا صابر معانا بالله عليك. وصابر ورانيا، انا قلت هاخد اربع حاجات يعني اربع نقاط بس، ومع ذلك الناس مش مركزه معانا. طيب هناخد ياسمين ومعانا مجدي، تمام الاثنين يعني لو ياسمين وقعت مجدي هيلحقها وهكذا، يعني حلو معايا المثال اللي جاي، ياسمين ومجدي. ياسمين مع معايا حضرتك يا مستر، مع حضرتك يا مستر. تمام مجدي معايا، معاك يا باشمهندس. محتاجين اركز على حاجه معينه في المساله؟ لا لا ما فيش مشكله، بس احنا ترتيبا واحده واحده كده علشان خاطر برضو انا نسيت طريقه الحل. طيب. انا مركز مع حضرتك في المساله، بس برضو لو مثال تاني هيبقى احسن. هناخد مثال تاني، بس انتوا تساعدوني في المثال التاني. انا همر مر الكرام على المساله، هي خلي بالك طويله وهبله يعني. وهو راجل عاوز داله التغير، داله التغير في الداله ص بتساوي كذا لما س بتساوي 2 وهي بتساوي نص. انا بقول لك احفظ اول قانون اهو، داله التغير بتساوي داله س زائد ه ناقص داله س. يبقى انت عايز تجيب دي لوحدها وتجيب دي لوحدها وتطرحهم من بعض، صعبه دي؟ تمام. صعبه يا بنات؟ ها البنات ما بتردش ليه؟ لا يا مستر ما فيش صعوبه ولا حاجه. يعني صعبه؟ لا مش صعبه. طيب يبقى انا عاوز اجيب داله س لوحدها وعايز اجيب داله س زائد ه لوحدها. داله س اللي هي ص تعرفها في التفاضل بعد كده، داله س بتساوي شلت ص وحطيت داله س، 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 5. جبتها منين دي يا مستر؟ لا دي من هنا يا ولا ايه، دي من هنا يا حبيبي، هنا اهو اهو، انا ما بجيبش حاجه من عندي اهو اهو، شايفها؟ هي اللي انا حطيتها على الخط ده أهو. وسميتها واحد. ماشي يا مجدي؟ معاك يا هندسه. تمام. نفس دالة س هي المعادلة اللي أنا ما عنديش غيرها، عايز أجيب دالة س زائد ه، يعني هو شال س وحط س زائد ه، طب وإيه المشكلة؟ ما أنا هشيل كل س تقابلني هحط س زائد ه، أهي بس دي 2 س تربيع يا مستر، خليها س زائد ه تربيع، ودي 3 س شيلها ولا وحط س زائد ه، وتبقى المعادلة كلها بتاعت مين؟ بتاعت س زائد ه. تمام. طب التربيع ده نحله ازاي يا مستر؟ سهلة جدا يا ابني، الأولاني تربيع زائد 2 في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع أهو. خلاص حل. طب وده نفكه ازاي؟ 3 ضربها في س ب 3 س و3 ضربها في ه 3 ه. والسالب 5 غلبانة اللي معاها س ولا معاها ه تنزل زي ما هي. رجعت قمت فاكر القوس ده؟ ضربت 2 في القوس الكبير 2 س تربيع زائد 2 في 2 ب 4 س ه زائد 2 ه تربيع، و3 س تنزل و3 ه تنزل وسالب 5 تنزل وسميتها رقم 2 اهي. يبقى انا جبت ده وجبت ده. الخطوه اللي جايه اعمل ايه بقى يا باشمهندس مجدي؟ اجيب داله التغير اللي هي ت ه، اطرح الاثنين من بعض وخلاص جبت داله التغير، اطرح الاثنين من بعض. يبقى انت بتحضر الطبخ، حضر دي لوحدها ودي لوحدها وبعد كده تطرح، ما فيهاش حاجه خلاص. لما تيجي تطرح تخلي بالك من حاجه، ايه هي؟ الطرح اهو بيقول لي دال س زائد ه اهو، اخد كل المقدار ده واحطه هنا اهو. تمام. بعد كده ناقص، الناقص دي تغير اشارات كل اللي يجي بعد منها بقى خلاص، السالب دي لما تيجي تضرب في القوس ده كله يتغير، يبقى سالب 2 س تربيع اهي، سالب 2 س تربيع، وسالب في موجب بسالب 3 س، وسالب في سالب 5 بموجب 5.
نقفل المايك. بعد كده اطير الحاجات اللي هي مختلفه، 2 سنت ربيع بالموجب ودي سالب، ال 3 سنت بالموجب ودي سالب راحت، والسالب 5 موجب راحت، وطلعت الموضوع كده بعد الاختصارات. ارجع بظهري بقى شويه لفوق اقول له انت قلت لي السين بكام؟ يقول لي يا ابني انا قلت لك السين ب2. طب اقول له طب وليه بكام؟ يقول لي ليه بنص. اشيل كل سين واحط مكانها كام؟ 2. اشيل كل سين واحط مكانها 2، واشيل كل ه واحط مكانها نص، 2 في نص تربيع، 3 في نص. بالآلة الحاسبة الجميلة تطلع المسألة 6. تمام يا ياسمين وتلاء؟ وتمام يا باشمهندس مجدي؟ تمام كده هندسة. طب يلا ياسمين هتبتدي ولا نخلو مجدي يبتدي ولا ايه؟ مع حضرتك يا مستر. طب يلا يا سيدي. مع حضرتك يا مستر. طيب يلا اهو، وبقيت الناس تكتب معانا المسألة، انا مش عايز الا دالة التغير، والله ما عاوز الا ايه دالة التغير. المسألة معاك اهي لو جد. اوجد. شايفين الاحمر ده ولا نغيره؟ اوجد دالة التغير في الدالة صاد تساوي 3 سين تربيع ناقص 5 سين زائد 2 عندما سين تساوي 3 و تساوي 5/10. الحل. يلا يا ياسمين. الأول يا مستر نجيب دالة سين اللي هي المعادلة أصلا 3 سين تربيع سالب 5 سين موجب 2. كده أزعل منك. دالة أقول القانون يعني؟ أقول القانون لازم اللي همشي عليه، القطر ما يمشيش إلا بالقضيب. ها؟ تمام حاضر. دالة التغير ت ه بتساوي دال سين موجب ه سالب دال سين. يلا بابا. تمام. دال سين بتساوي 3 سين تربيع سالب 5 سين موجب 2. وسميها كام دي؟ رقم 1. بعدين بعد كده دال سين موجب ه، اشيل كل سين واحط مكانها سين موجب ه، يعني بتساوي 3 افتح قوس سين موجب ه لكل تربيع سالب 5، بعدين افتح قوس سين موجب ه موجب 2، بعدين افك القوس 3 سين تربيع موجب 2 ه موجب ه تربيع سالب 5 سين موجب 5 ه موجب 2 سالب 5 سين سالب 5 ه سالب 5 سالب ه سالب دي يا ياسمين بيغير الإشارة موجب 2، بعدين 3 سين تربيع موجب 6 سين ه موجب 3 ه تربيع سالب سين سالب ه موجب 2، أسمها المعادلة رقم 2. بعد كده استني بقى يا ياسمين. استني بقى يا ياسمين. باشمهندس مجدي معاك يا باشمهندس. اتفضل يا باشا. ماشي، هجيب بقى دالة التغير اللي هي ت ه بتساوي دالة س زائد د ناقص دالة س. اكتب القانون تاني. ممكن اكتبه تاني. تمام ايه ماشي، وماله ايه المشكله؟ ده تساوي دالة س زائد ه دالة س زائد ه ناقص دالة س، ده المهم. يلا بينا. تمام، هبتدي بقى اخد المقدار كله بتاع دالة س زائد ه اللي هو ده كله. مقلوه لي لو سمحت. 3 س تربيع زائد 6 س ه زائد 3 ه تربيع ناقص 5 س ناقص 5 ه زائد 2. تمام، ده كل ده انت بتقول في ايه يا باشمهندس؟ ده اللي هو دالة س زائد ه. الله ينور عليك.
ماشي. ناقص والناقص بتغير الايه؟ ناقص دالة س اللي هي 3 س تربيع ناقص 5 س زائد 2 بس قبلهم الناقص. يلا بينا. يبقى هيبقى سالب 3 س تربيع زائد 5 س ناقص 2. تمام تمام. يلا بينا نشطب. ابتدي بقى ال 3 س تربيع هتروح مع سالب 3 س تربيع. ايوه. ال 5 س هتروح مع سالب 5 س. السالب 2 هتروح مع 2. يبقى باقي معايا. اتبقى معايا ايه بقى؟ باقي معايا 6 س ه زائد 3 ه تربيع. ماشي. ناقص 5 ه. صح كده؟ تمام. السين بكام؟ السين عندي كانت في المسألة بتلاتة والهيه؟ والهيه بنص. الله ينور عليك. ماشي. هعوض بقى ستة في تلاتة في نص زائد تلاتة. ستة في تلاتة في نص زائد تلاتة في نص تربيع. تربيع سالب خمسة في نص. خلصها بالآلة وشوف عندنا تطلع كام كده. يعني دي مثلا على 2 فيها 3، 3 في 3 ب 9. تمام. و3 في نص تربيع ادينا كام؟ نص تربيع بربع، 3 في ربع اللي هو 75 من 100. 70 من 100؟ اه. وسالب بقى 5 في نص. 0 1 2 3 2 ونص. 2 ونص. اللي هي تمام؟ هتساوي 9 و التسعة خمسة وسبعين قول عشرة. عشرة ناقص اتنين ونص هي هتبقى سبعة ونص. سبعة خمسة كمان ربع كده هتبقى كام؟ كده لخبطت. تسعة خمسة وسبعين ناقص اتنين ونص اللي هي هتساوي سبعة خمسة وعشرين من مية. محدش خالص معاه آلة خلصها لنا. سبعة ونص في الآلة. سبعة وربع. سبعة وربع هتبقى سبعة خمسة وعشرين من مية. سبعة خمسة وعشرين من مية. ده في منتهى البساطة حاجة اسمها دالة التغير. علشان أبقى مركز معاكم وانتم مركزين معايا. نزل ايدك يا ياسمين. نزل ايدك يا مجد. اللي محتاج يا صابر. نزل ايدك يا صابر. اللي محتاج يسأل على حاجة في المسال ده اللي أنا حليته أو اللي حله مجدي مع ياسمين يتفضل يرفع إيده وإحنا بكل أريحية هنعيد تاني. ما كانش هنخش على النقطة اللي بعد كده على طول. يلا يا أولاد يلا يا بنات. اللي مش فاهم يرفع إيده. وعدم رفع الأيدي ده معناه إيه؟ معناه إيه يا مستر؟ ان احنا فاهمين. وطالما فاهمين انا هلبسكم في مسألة دلوقتي. ماشي. واللي يحل يقول لنا الرقم بتاعه كام. اكتب معايا يا باشا. اوجد دالة التغير. اوجد دالة التغير للدالة. حضرتك بتكتب؟ حضرتك بتكتب؟ لا ما انا مش عندي وقت. طب اكتبها يا مستر. حاضر. تمام ماشي. اوجد دالة التغير للدالة. دال س بتساوي س زائد 2. تمام. اذا كانت س بتساوي 2 وهيه بتساوي نص. معاك دقيقه واحده عشان تحل المساله دي. سهله جدا. في انتظار الاجابه الشافيه. دالة التغير يا مستر طلعت كذا. دالة التغير طلعت بنص. بنص. اسمك ايه؟ مازن. السعيد.
ها مازن السيد. مازن السيد انت خدت دلة التغير دي مع مدرس بره يا مازن؟ خدتها. تاخد يعني انت بتاخد درس؟ ما تقلقش احنا مش. طب يلا اللي بعده غير مازن عشان مازن بياخد درس وهو اللي هيحلها معانا دلوقتي. مازن ها هتطلع بنص فعلا وهي هتطلع فعلا بنص. يلا يا مازن كده مازن. مازن طلع ولا ايه؟ مازن انت فتح المايك حتى يا ولد يا مازن. طب يلا يا رانيا. رانيا الصوت مش واضح ولا ايه؟ رانيا يا مستر المايك بتاعها معلق مش عارفه ليه. هي رفع ايديها. طيب طب ياسمين تاني ولا تيجي معانا اروى ولا تيجي معانا فاطمه مجاهد ولا جيهان علاء ولا ها؟ طيب عبد الرحمن الرفاعي معاك يا مستر. طب اتفضل يلا لو عايز تحل. ماشي هنقوله ت ه تساوي. هنقوله ت ه تساوي سين زائد ه دالة سين زائد ه ناقص دالة س. طيب يلا بينا هنقوله دالة سين تساوي سين هتساوي سين زائد اتنين. سين زائد اتنين نسميها واحد. نسميها واحد تمام. نقوله دالة س زائد ه ايوه تساوي س زائد ه ناقص 2. س زائد ايه اللي هيخليها ناقص يا ولد؟ زائد 2 تمام معلش. وما فيهاش حاجه تتفك ولا اي حاجه وتفضل تتفك. هنعوض على طول هنشيل الس ونحط قيمتها اللي هي 2. لا ونشيل لا لا, لا 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 احنا دلوقتي بالراحه. احنا جبنا دلوقتي دالة س ايه زائد ه ماشي الكلام وجبنا دالة س ايوه هنجيبوا ت ه بقى دالة التغير. نطرحوا الاثنين من بعض يجيبوا دالة التغير. ت ه هتساوي ت ه تساوي س زائد ه زائد ه زائد 2 زائد 2 ناقص ناقص س ناقص 2 زائد 2. ليه بقى؟ مش احنا قلنا الناقص دي اهي دي دي يعني انا ممكن اعملها خطوه ثانيه. انا ممكن اعملها خطوه ثانيه اعمل ايه؟ هقول س زائد ه زائد 2 ناقص داله س. داله س بكام؟ س زائد 2 اهي. يبقى هتساوي س زائد ه زائد 2 والسالب دي تغير ايه؟ الاشارتين بتوعي تمام. سالب س سالب س وحاليا ان الاثنين دي راحت مع الاثنين دي ها؟ والسين دي راحت والسين دي راحت مع السين دي اتفضل الهيت هيت سوى نص بس كده بس كده خلاص. ننقل لمرحلة تانية ولا ناخده كمان مثال على دالة التغير؟ ناخد كمان مثال اللي محتاج. يا مستر معلش سؤال يا مستر اتفضلي. هو انا ما ينفعش في المعادلة اللي هي الاولى والتانية اعوض عن قيمة سين وه وفي المعادلة رقم 3 أطرح الأرقام من بعضيها ولا ما ينفعش؟ اسمك إيه؟ ياسمين حسام. بصوا يا شباب ياسمين اتكلم في نقطة احنا ما رضيناش نتطرق لها لأن الخطوات دي هي اللي المفروض بتتعمل في الامتحان. إنما هي قصدها إيه؟ ياسمين بتقول مش أنت يا مستر جبت دالة س أهي؟ ايوه يا بنتي انا جبت دالة س. تقول لي شيل س هنا وحط قيمتها ودالة س باربعة وريح دماغك. شيل س وحط اتنين وريح دماغك. طيب وجبت دالة س يا مستر س زائد ه
زائد 2. ايوه يا بنتي يعني تطلع كام؟ هتقول لي 2 يا مستر زائد نص زائد 2 تطلع ب 4 ونص. ايوه يا بنتي. وبعد كده اطلع 4 ونص شيل منها ال 4 اتفضل النص. واخدين بالكم ازاي؟ واخدين بالكم ازاي؟ فاكر يا باشمهندس مجدي لما قلنا انا ممكن ابص للمساله بتاعت النهايات لما سين تقول الى ما لا نهايه احلها بمجرد النظر؟ قلنا على مساله النهايات كده. ايوه يا استاذ. يا مستر انا ان انا ابص لها هي تطلع 5 على 2 خلاص. بس هي استعجلتنا في خطوه ياسمين بس ايه ماشي الحال. مش هنخسر حاجه طالما كده كده كنا هنقول الكلام ده. طيب عايز اقول ايه تاني بقى النهارده ولا كفايه كده النهارده؟ اللي رايح لا حاجه كمان قول قول اقول ناخد حاجه كمان. حاضر انزل الستاره دي كده ويقول لي خد في حاجه اسمها داله متوسط التغير. اسمها ايه يا اولاد؟ ها ميم هي بتساوي داله متوسط التغير. داله متوسط التغير يجيب اللي احنا جبناها دي اللي هي داله التغير ويقسمها على هي بس. شوف انا عرفتك الصعب ازاي. يجيب دي كلها اللي حسبناها دلوقتي ويقسمها على قيمه هي خلاص بقى انت جبت داله متوسط التغير. وبتيجي في الامتحان بس اللي بيحصل ان الناس تتلخبط داله التغير ولا داله متوسط التغير. المتوسط بتقسمه على ايه؟ الله يكرمك. متفقين على كده؟ يعني المساله هي هي مثل والله هي هي بس في الاخر الناتج تقسمه على قيمه هي تبقى انت جبت داله متوسط التغير. يبقى المستر انور شرح لك الصعب في البدايه وبعد كده سهل عليك الايه الامور. مين عنده استعداد يجيب المساله اللي جايه دي داله متوسط التغير هو يحلها؟ داله متوسط التغير اللي هي بتساوي ت ه على ه. طب ما احنا اتضربنا على ت ه وشربنا وشبعنا. طب ايه الاخر المشكله ان انا اقسمها على ه عشان اجيب متوسط التغير؟ معايا يا باشمهندس مجدي؟ معايا يا شباب؟ معاك يا باشمهندس. طيب بس ممكن تركز معايا عشان لما اجي اقول معايا فلان خليك معايا علشان اطلب منك انك تحل معايا مثلا. تمام؟ طيب انا هكتب المساله واشوف الناس اللي عندها استعداد تحلها. انا مش هطلب داله التغير انا هطلب متوسط داله متوسط التغير. اوجد متوسط التغير للدالة س بتساوي س تربيع زائد 2 س. تمام؟ عندما س بتساوي 3 وهي بتساوي 2 من 10. انا بغير ارقام كده ماشي الكلام. مين عنده استعداد يحل معايا؟ مين عنده استعداد يحل معانا؟ ياسمين وعبد الرحمن رفاعي اتفضلي يا ياسمين. حضرتك يا مستر اتفضل. الأول هكتب القانون بتاع دالة متوسط التغير. ميم هي بتساوي ت ه على ه. ميم ه ه بتساوي ت ه على ه. ت ه على ه. طيب وبتفكرينا بقى كده فكرينا ت ه دي بتساوي ايه بس؟ ال ت ه اللي هي المعادلة اللي أنا اللي احنا لسه واخدينها المعادله اللي انا اللي هي بتاعت داله التغير صح ولا لا؟ يا مستر. طب يلا بينا.
ماشي. بعد كده اجيب د س اللي هي المعادله س تربيع موجب ب2 س موجب ب2 س. ايوه. بعد كده اجيب د س موجب ب تعويض مباشر. ماشي تمام. يعني س شو 3 تربيع زائد 2 في 3 تطلع 15. يلا نجيبه ده. بعد كده زائد ه ده السين موجب ه اشيل كل سين واحط مكانها سين موجب ه الكل تربيع زائد 2 في سين موجب ه. يلا 2 سين تربيع موجب 2 سين موجب ه تربيع. اول تربيع الاول تربيع زائد 2 في موجب الاول 2 سين ه موجب ه تربيع زائد افك القوس ده 2 س موجب 2 ه. يلا عوري بقى. حاضر. 3 تربيع زائد 2 في 3 في 2 من 10. 3 تربيع زائد 2 في 3 في 2 من 10 زائد 2 من 10 تربيع 2 من 10 تربيع زائد 2 في 3 زائد 2 في 3 زائد 2 في 3 2 من 10. يلا بينا. حد يطلع لنا بالآلة دي يا شباب. حد يطلع لنا بالآلة. زائد 2 على 10 2 على 10 4 على 10 زائد 6 زائد 2 4 من 10 4 من 10 4 من 10 8 من 10 2 8 تطلع 17. حد طلعها زي 17؟ شباب ايوه 17. تمام كملي يا ياسمين. ماشي يا مستر. بعد كده اجيب ت ه بتساوي د س موجب ه سالب د س. اجيب ت ه طلعت 27 8 من 10. ليه يا بابا 27 منين؟ الثلاثه تربيع ب 9 تمام. 2 في 3 ب 6 6 في 2 ب 12 وعلامه يبقى 2 1 2 من 10 مش كده؟ 2 من 10 تربيع 4 من 10 لا 17 صح. يبقى ت هي بتساوي د س موجب ه سالب د س 17 سالب 15 تطلع بكام؟ سالب 2 2. اه بعد كده اجيب ت ه. ليه ما انت جبت ت ه؟ اجيب ميم ه. سوري يا مستر. ميم ه بتساوي ت ه على ه هو متوسط هيساوي ت ه على ه اللي هي يعني 2 على 2 من 10 بتساوي 10 بتساوي 10 10. ممتاز يا ياسمين ممتاز يا ياسمين رائع صراحه رائع. يبقى انت اخدت التقيل في الاول. ايوه اللي هو داله التغير اللي هو داله التغير. بعد كده طالما انت بقيت لعيب في داله التغير هات ه واقسمها على ه جبت متوسط التغير. فاضل لي حاجه واحده بس وابقى خلصت الدرس ده يا تشجعوني يا ناجلها. يا تشجعوني ناجلها او معاك اكمل يا شباب. اكمل. طيب اكمل اللي هي ايه بقى؟ انزل كده شويه. هي دي بتيجي منين بقى؟ ساعات يقول لي ايه؟ عندما تتغير السين من 5 الى 3 او من 5 الى 5 ونص اطرح الاثنين من بعض اجيب هي. ماشي؟ يعني ساعات ما يدينيش هي صريح يقول لي يتغير س من 3 ل 3 و2 من 10 اطرح الاثنين من بعض يطلع لي ايه؟ دي سهله. طيب خد بالك بقى معدل التغير اخر حاجه اخر حاجه
هناخدها دلوقتي. لمعدل التغير يا مستر بتساوي، اكتبها كده معايا، نهاية لما ه تساوي صفر ميم ه. مين ميم ه ده؟ دالة متوسط التغير. نهاية ه تقول إلى الصفر. ه تقول إلى إيه؟ إلى الصفر. طبعا واخدين نهاية قبل كده ولعيبة يعني. دال س زائد ه ناقص دال س على ه. طب ما هي هي دي يا مستر متوسط التغير. أيوة متوسط التغير هنا ما كانش هي بصفر. ما كانش هي بكام؟ بصفر. لما اعوض في معدل التغير هشيل س واحط مكانها ايه؟ صفر. ادينا مثال يا مستر، بس اهم حاجه تكونوا كتبتوا القانون، اهم حاجه تكونوا كتبتم القانون. اللي كتب القانون يقول لنا ايوه كتبته يا مستر. كتبنا كتبنا القانون. اه مستر. طيب تعال بقى نشوف كده مسألة حلوة كده وبسيطة برضو. نحسب بيها مين؟ نحسب بيها التغير، دالة التغير ومتوسط التغير ومعدل التغير. اكتب آخر مثال. آخر مثال. مر علينا حاجة شبهه كده. إذا كانت دالة س، إذا كانت دالة س بتساوي س زائد 3. أوجد واحد دالة التغير، اثنين التغير، عارف التغير اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ عندما تتغير س من 2 الى 2.5. 3 طالب منك ايه تاني؟ دالة متوسط التغير. أربعة معدل التغير عندما س تساوي 4. عندما س تساوي 4. أنا همشي زيه كده، عايز واحد، عايز هو دالة التغير. دالة التغير خلاص يا مستر بقت سهلة بالنسبة له، اللي هي ت ه، اللي هي يا مستر دالة س زائد ه ناقص دالة س. خلاص. هي دالة س لوحدها بتساوي ايه؟ دالة س يا مستر لوحدها والله بتساوي س زائد 3. طب س بكام؟ ها؟ س بكام؟ ب4. خلي س ب4 زائد 3 بتساوي كام؟ 7. طب عايز اجيب دالة س زائد ايه؟ هات دالة س زائد ايه؟ شيل س وحط كمتر. س زائد ايه؟ تمام؟ زائد كام؟ 3. س بكام؟ ب4. ه بكام التغير اللي انا جبته؟ من 2 و2 ونص اطرحهم، يبقى س الكبيره ناقص س الصغيره، يبقى ه بنص، اطرحهم من بعض. ده التغير.
ده التغير هنا ماشي الكلام. يبقى هي بكام؟ بنص زائد كام؟ 3 يبقى 7.5. اطرح الاثنين من بعض اطلع جبت دالة التغير، جبت دالة التغير اللي هي ته هتساوي 7.5 ناقص 7 هتساوي نص. خلاص بعد ما اجيب دالة التغير قول لي هات ايه متوسط التغير. جملة 3 متوسط التغير. طب ما متوسط التغير يا مستر بيساوي ته على ه. طب ما انا لسه جايب ته بكام؟ ب5.10. على ه بكام؟ على 5.10. يطلع متوسط التغير بكام؟ ب1 يا مستر. شوف العمليه سهله ازاي. اول ما عرفت اول حاجه دالة التغير هي اصعبهم. بعد كده عاوز معدل التغير. هو معدل التغير قلنا بيساوي يا اولاد نهايه ه تقول الى الصفر تمام لمتوسط التغير. لمتوسط التغير هيساوي نهايه ه تقول الى الصفر شرطه كسر متوسط التغير بتاعك هو ده س زائد ه ناقص دالة س على ه. ابتدي اشوف هتساوي نهاية ه تقول الى الصفر شرطة كسر اشيل دالة س زائد ه دي واحط قيمتها اللي هي كام بقى؟ س زائد ه زائد 3 ناقص دالة س اشيلها واحط ايه؟ س زائد 3 والسالب يغير الاشاره يبقى سالب س سالب 3 على مين؟ على ايه؟ ماشي الكلام؟ طيب هنلاقي ان س دي السالب راحت مع مين؟ مع س بالموجب، ولا التلاته بالسالب راحت مع التلاته بالموجب. هنلاقي ه على ه بفيها الكام؟ فيها الواحد. يبقى انا كده جبت له مين؟ جبت له معدل وجبت له متوسط التغير وجبت له التغير ذات نفسه اللي هو ه لما كانت س بتتغير من 2 ل 2.5. جبنا ايه هنا؟ شوف مسألة صغيرة دي دال س بتساوي س زائد 3 عاوز يطلب أربع حاجات. طب في الامتحان بيجي كده؟ لا. الامتحان بيجي يقول لك هات دالة التغير، احسب دالة متوسط التغير، احسب معدل التغير وحاجة واحدة بس تيجي في الامتحان. إنما دي مسألة شاملة فيها أربع حاجات. أنا حاسس إن أنا تقلت عليكم جدا وأعتقد كده إن الحصة الجاية هتبقى مراجعة برضو على هم كده مترتبين ورا بعض كده يا باشمهندس صح؟ في مسألة واحدة. يعني انا عشان اجيب معدل التغير في الاخر لازم الاول اجيب دالة التغير وبعد كده متوسط التغير وبعد كده معدل التغير بالظبط كده صح. اهم الاربعه معانا كده بالشكل كده تمام. انت خلاص يا باشمهندس اتعودت من اول حاله اللي هي دالة التغير دي انت اتدربت عليها جامد جدا اللي بعد كده كله معتمد عليها. طب هو معنى كده يا باشمهندس مجدي ان انا لو راجل طلب مني فقط معدل التغير لازم اجيب دالة التغير؟ لا لازم اجيب لوحده دال س زائد ه واجيب دالة س واعوض هنا وخلاص ما اجيبش ما ارجعش هنا تاني. واخد بالك انت ازاي؟ تمام. وفي واحد يقول لك لا طب ليه؟ طب ما انا اجيب دالة التغير اهي كلها واحطها هنا واقسمها على اهي يبقى انا كده جبت معدل مين؟ معدل التغير. براحتك انا حاولنا النهارده نحل بكذا طريقه بس افهمك ان الاولى هي الاهم اللي احنا اخذنا فيها وقت كتير لان بيبقى في طلبه كتيره يا باشمهندس
بدالة التغير ولا متوسط التغير ولا التغير ولا معدل التغير؟ عشان كده بقيت اركز في نقاط معينة. كم في الاخر على ايه؟ على كام مسألة دول؟ هي تقيلة شوية، درس تقيل شوية بصراحة. دالة التغير ده بحيث ان احنا نتمرن عليه تقيل شوية، محتاج بتهيألي هناخد مسألة تانية. يعني اقصد هاخد الاسبوع اللي جاي حاجة تانية. انا كده خلصت، بس ايه حدلكم من مسألة يا رب تعرفوا تحلوها يعني. تمام، بتهيألي محتاجين اكتر من مسألة. يعني دالة التغير ده عايزين فيها 10 تمارين، ودالة متوسط التغير نفس القصة، ومعدل التغير زيها بجد يعني، لانها تقيلة شوية. ما انا هطلع مفتح معاك ان انا هطلب منك حاجة واحدة بس، اوجد معدل التغير واسيبك تلعب مع نفسك. واصل لك ولا لسه؟ تمام. واصل لك؟ تمام. انا هدي لك مسألة واحدة واقول لك، يعني اقصد اقول لك هديك مطلوب واحد، تمام، وانت تبتدي تشوف نفسك. بيقول لك اوجد، اكتب معايا كده بقى المسألة دي معلش، اوجد عشان ننهي، معدل التغير للدالة دال سين بتساوي سين تربيع زائد اتنين سين سالب واحد عندما سين تساوي تلاتة وهي تساوي اتنين من عشرة ومسألة تانية. اوجد معدل التغير للدالة دال س بتساوي س تربيع سالب أربعة طب لما يجي يقول لي تتغير س من 3 إلى 3 و 4 من 10 يبقى الس بكام والهاء بكام والسين زائد ه بكام؟ هتبقى س بتلاتة وهاء بأربعة من عشرة والسين زائد ه؟ س زائد ه هتبقى تلاتة، هتبقى تلاتة زائد أربعة من عشرة، تلاتة وأربعة من عشرة. تمام خلاص، هذه أسلوب تاني مثلا، هذه أسلوب تاني عندما تتغير س من تلاتة إلى 3 و4 معاك. دي جت في المساله اللي فاتت، بس قال لي انا عايز المعدل لما س تساوي 4، وبعد خالص على 3 و3 ونص. مساله كمان، اخر واحده، اخر مساله. اوجد خد بالك بقى، اوجد داله ها التغير، عايز هو داله التغير اللي هو يعتبر اول قانون، الداله دال س بتساوي س تربيع سالب 5 لما تتغير س من 2 الى 2 و2 من 10، تتغير س من 2 الى 2 و2 من 10. اتمنى ان الدرس ده يعني ما يطيرش من عينكم النوم يعني، وأتمنى لكم التوفيق. الناس نقلت المسائل ولا إيه؟ الناس نقلت المسائل يا شباب؟ ثلاث مسائل. نعم. عندي سؤال، يعني في سؤال عايز اسأل. طب لحظة واحدة، حاضر. طب لحظة واحدة.